عليكم خوتي وخواتاتي متابعي قناه امينه شو. كما كتشوفوا هنا في هذا الطبيسيل هذا حمص محمص بوب كورن من داك الشرفية، كيجي مذاق غزال غزال غزال. كتكون فيه الطيبه ديال لي صوص اللي كنديروا في التاكوس، كيجي طايب مقرمش من داك الشرفية، يعجب الصغير والكبير. بغيتو تعرفوا الطريقه باش حضرت هذا الحمص هكا مقرمش على شكل بوب كورن، تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر وان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه وتجربوها. فرجه ممتعه. لتحضير هذا البوب كورن نحتاجوا لواحد الكميه ديال الحمص. انا هنايا تقريبا واحد جبانيه شديتها رقتها من قبل في الماء، غنشد هاد الجبانيه اللي عطاتني هاد القياس هذا تقريبا، من حيت هو كيدير كيضاعف الحجم ديالو ملي كنرقدوه في الماء كيضاعف الحجم ديالو. غنشد واحد الكوكوط او طنجره ديال الضغط اللي كتكون كتسد، كنصب فيها هاد الكميه اللي عندي ديال الحمص. ها هو هاد الكميه نصبها في هاد الطنجره، وغادي نديرها تسلق وحده ديال 15 دقيقه، يعني ربع ساعه كنديرها كتسلق هذيك الحمص، ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا الوصفه نتاعنا. هنا كما كتشوفوا مشاهدي الكرام الحمص ديالنا ها هو داره طاب تبارك الله ما شاء الله. شفتيكم طاب. عندي هنا باش نكمل الوصفه ديالنا ديال البوب كورن ديالنا، عندي هنا واحد ثلاثه الصوص ديال الثوم، عندي هنا شويه ديال الملحه اللي غادي تصح لنا الذوق، ومعلقه ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو او الشاونيك واحد كيفاش كيسميها. عندي هنا لاصوص اندلس وعندي لاصوص الجيريان. غادي نشد هذا الحمص ديالي غادي نصبو هنا هنا، غندير الثوم ديالي، سمحوا لي ما نقصرش من قبل، ندير الثوم ديالي الحقه دي نقشرها ونحكها وانا معكم. هنا قشرتهم خديت غير ثلاثه، غادي نحكهم في الحكاكه الرقيقه بالطريقه هذه. طريقة صافي استعدكم وقيلة. غادي نشد الملح وديك الشاونية اللي كنت حطيت ديجا هنا حتى هي، غادي نديرها، غادي نصب عليها واحد العاشق ديال لاصوص الجيريان. هادي لاصوص الجيريان لي وهنا غادي ندير واحد العاشق ديال لاصوص اندلس، مكترش حيت حارة. صافي خلطت المكونات كاملة بهاد الطريقة، بهاد الطريقة هادي. غادي نجيب المقلة ديالي ولا لاطيل كتدخل الفرن. ها هي من بعد ما خلطت المكونات كامله غادي نجيب هاد الغدي اللي غندخل الفران، غادي نحاول نسرحها في اللاطة بهذه الطريقه، نشعل ليها الفران نبقى نحرك مره مره. عرفتوا واحد الريحه طالعه ما شاء الله غزاله مع النسمه ديال ثوم خلاص عطيه هنايا ما شاء الله كتجيب على مطار ديال لاصوص الجيريان و الاندلس. المهم انا ندخلهم الفران ومني ونبقى مره مره نحرك عليهم، ملي يوجدوا ليا نتلاقاو باش نقدموها ونشوفوا الشكل النهائي ديال هاد لي بوب كورن. الحمص تاعنا من بعد ما تحمر وتقرمش
خرجته من الفران، جا على هذا الشكل هذا، جا ما شاء الله مذاق غزال ومحمص بحال اللي كيتباع عند مول الزريعه. انا من قبل كناكل فيه كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان هذه الطريقه اللي قدمت لكم بها هذا الحمص على شكل بوب كورن تنال الاعجاب ديالكم، ومات مهمه طريقه زوينه وحضروها لوليداتكم اللي غتعجبهم. انا راه وليداتي عجباتهم، ديروها الطريقه وقدموها راه غتعجبكم بزاف. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم حتى هو ينال الاعجاب ديالكم. كما العاده دعمونا باللايكات ديالكم وليكومونتير زوينه ديالكم، وبارطاجيو القناه ديالنا بالاهل والاحباب، وشجعونا باش ديما نعطيو الجديد. شكرا لكم وشكرا لتعليقاتكم ودعمكم لقناتنا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، فرجة ممتعة، الى اللقاء.